السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. ظهري لأي بلد يعورني، أنت؟ لأي بلد؟ ظهري لحظة، ظهري يعورني، شو أسوي؟ سوي العربود، تعرف العربود؟ إيش العربود هذا؟ لازم تعمل له العربود، إن شاء الله تولي لبال كبال، يعني ما تعرفش الكبال؟ ما عرفته. من وين أنت؟ السعودية، وأنت؟ يا أهلا بيكم، أهلا بيكم بناس السعودية. أهلا فيك برشا، أهلا فيك برشا كثير. برشا، أيوة برشا برشا، آه مغربي. مغربي. أهلا فيك، والله تشرفت فيك. بارك الله فيك. أنت ما تعرف العربود؟ ما أعرف العربود يا صاحبي. وباش ايش تحس انت العربود؟ في ظهرك يعني؟ قول لي باش تحس انت، ونقول لك شنو العربود. اسوي كذا احس بألم هنا. يعني بوز اللوم، تعرف بوز اللوم؟ ايش بز اللوم هذا؟ يعني بز اللوم ولا بس اللوم؟ لا، بوز اللوم، بوز اللوم. بز اللوم اه ما تعرف اعرفه. الذرة؟ ايش الذرة، الذرة الذرة؟ ايه اعرفه. قبل ما يعني قبل ما من تكون لسه خضراء، ايوه، وتستعملها قبل لا يعني اسويها. تكون لسه عربود، يعني بقى عربود يعني كبار، ايوه وغتولي لباس ان شاء الله. اكلها كذا على الريق. لا، استعمال عندها شكل شوية صعب، يعني بتدقها يعني ولا بتطحنها. يلا كبس الخوت، كبس. قل أفهمتي؟ يعني تعملها في المولينيكس، تعرف المولينيكس؟ ايوه طحانة، ايوه وتخليها يعني تنفرم. تختلط مع بعضها، يعني اوكي، تمتزج يعني انت وتندمج العربود. وتندمج العربود يندمج مع جسمك، حتولي لباس. اي خلاط فيهم؟ المولينيكس، ما تعرف المولينكس؟ المولينيكس؟ لا اعرف المولينكس، بس اي مولينكس فيهم؟ كاينة واحدة. اوكي، ايش اسمه؟ ايش اسمك انت؟ هل حين شوية لباس؟ الحين انا شوي لاباس. دلوقتي يا دلوقتي عيش يعني شوية لباس. يا عيشك والله. يا عيش، ايش ابتسمتي يعني وكنتي مريض وما تقدر تتكلم، وتكلمت معك شوية صحيتي. ايه وضعك صعب انت. شكلك مجرب كثير انت هذا، انت دلوقتي عشان وصلت، كذا اسمع نصحت اسمع فيه. اسمع، انت دلوقتي وصلت للمرحله بتاع الشفاء، يعني ابتديتي تشتفى يعني. بدأت تستفى. والله هو انك الشفاء يمر عبر مراحل. المرحله الاولى بتفهم الدواء، وتفهم ازاي استعمال الدواء، والمرحله الثانيه بيجيب الله الشفاء. صحيح. والمرحلة الثالثة لما المرحلة الثالثة تستعمل. بتولف على لا المرحلة الثالثة بتولف على الدواء، وتولي مدمن على الدواء. سمعت؟ المرحلة الثالثة بتولف بتولي مدمن على الدواء، لازم يكون دواء. حتزرع في المزرعة تاعك الذرة كثير كثير. أمورك طيبة والله. أنت أحس الله إنك عايش،
ايش اللي وراك هذا؟ هذا هذا بقر ولا ايش؟ لا ما هو بقر. ايش هذا؟ هنوريك وينه. ايش هذا؟ في كرنفال. ايش الكرن؟ اي كرنفال يا يعني مهرجان، البداية تاع المهرجان، احنا بنبريباريو للمهرجان. مهرجان بنوجد الذرة، يعني. مهرجان العربود. شكلك انت اللي مؤسس المهرجان هذا. نعم نعم أخي. انت اللي مؤسس المهرجان هذا؟ هذا اسمه مهرجان، مهرجان العبود. لا مهرجان الطين. مهرجان الطين. نبيعه هذا، ها نبيعه كثير من هذا، والكبير والصغير. طين طين، تعرف هذا الطين؟ اي اعرفه اعرفه، فخار. هذا نبيعه، بنبيعه. اسمه فخار هذا. نعم الفخار باللغة العربية، صح عليك، الفخار احنا في المغرب نقول له الطين. نعم صح صح عليك، الله إجابة يكرمك الله صحيحة. يحفظك. شوية دلوقتي كويس. يا جاسم، هلا هلا، وين ما تحس بظهرك يعني بيوجعك، تفكر الذرة إلى العربود. وضعك صعب عند مع العربود هذا. قول لي كيف عامل الأجواء عندكم في السعودية دلوقتي؟ حر، أنت وين في السعودية؟ تبي تنشوي؟ نعم؟ تبي نحاول نقول تنشوي؟ لا والله ما نسمعك، الصوت عندك ضعيف شوية. أقول لك تبي تنشوي؟ صوت كويس الحين؟ ما جاوبتيني على السؤال، أي مكان أنت في السعودية؟ بالشرقية. الشرقية، تحياتي للناس الشرقية. حبيبي والله. أنت من وين الله في المغرب؟ يكرمك. أنا في كازا في الدار البيضاء. الله يكرمك خويا جسمي، وتشرفت بمعرفتك، وتحياتي ليك وتحياتي لأهلنا في السعودية، وشكرا على ابتسامتك وشكرا على وسع صدرك. حبيبي حبيبي الله يسعد. وين ما اسمع وين ما تحس بظهرك بيوجعك تذكرني وادعي لي. انا مدخول ظريف اخوك.